مشاهدينا، وإحنا على أعتاب سنة جديدة 2022 في موسم البرد اللي إحنا حالياً فيه وفصل الشتاء اللي بدأنا فيه، من أكثر الأسئلة اللي توصلنا لبرنامج عوافي هو أنه كيف نميز في ظل هذه الجائحة بين الإصابة بنزلات البرد والعدوات التنفسية العادية السنوية والموسمية وبين الإصابة بفيروس كورونا. نتحدث أكثر عن هذا الموضوع مع ضيفنا اللي انضم منا في الاستشارة الطبية، الدكتور محمد حسن الطراونة، أخصائي الأمراض الصدرية والخبير في العدوى التنفسية. مرحبا فيك دكتور محمد. مرحبا، يعطيكم العافية وشكرا لكم على الاستضافة. دكتور محمد، وأنت خبير في العدوى التنفسية، هل لك أن تحدثنا ما هي أهم الفروقات بين الإصابة بنزلات البرد العادية والإصابة بفيروس كورونا؟ أولا سيدتي، الفروقات تكاد تكون طفيفة جدا بالنسبة للعدوى بالفيروسات التنفسية بشكل مجمل، ولكن هنالك بعض الفروقات البسيطة التي نذكرها بالنسبة للإصابة بفيروس كورونا أو الإصابة بالنزلات البرد أو الرشوحات. فالإصابة بالإنفلونزا تكون أولا مشابهة مع فيروس كورونا، مثل سيلان الأنف، السعال، آلام في الحلق، ارتفاع في درجة الحرارة، الإعياء العام، الصداع. مع فرق مع فيروس كورونا أن الإعياء العام وارتفاع درجة الحرارة يكون ظاهرا ملحوظ أكثر بالنسبة لفيروس كورونا، وأيضا في قد يصاحبه فقدان لحاسة الشم والذوق بالنسبة لفيروس كورونا، وتكون هذه النسبة أقل بالإصابة بالفيروسات التنفسية الأخرى كفيروس الإنفلونزا. لكن بالمجمل العام التفريق بينهما من الصعب على الأطباء التفريق. إذن لا توجد ملامح واضحة للفروقات بين فيروس كورونا وبين العدوى التنفسية العادية أو نزلات البرد. نعم، نحن كأطباء نعتبر أن كل من لديه إصابة بالجهاز التنفسي، سواء كانت رشوحات أو آلام في الحلق وارتفاع في درجة الحرارة، في ظل الظروف الوبائية التي نشهدها ووجود الجائحة التنفسية كورونا حول العالم، نعتبره أنه كورونا ما لم يثبت العكس. وذلك يجب عليه أولا أن يتبع الإجراءات الصحية المتبعة، لأن سواء كانت هذه كورونا أو كانت إنفلونزا فهو قابل لنقل العدوى، فيجب أن يعزل نفسه ويقوم بإجراء فحص المسحة الأنفية، فحص البي سي آر، وذلك لمنع نقل العدوى وانتشارها داخل الأسر وداخل المجتمع. هل ينصح بإجراء الفحص عدة مرات أم يكتفي بالمرة الأولى والنتيجة الأولى؟ إذا كانت الشخص مخالطا لشخص ثبتت إصابته وظهرت لديه هذه الأعراض في مدة لا تقل عن خمسة أيام، والفحص الأول تبين أنه سلبي، فلزيادة الإطمئنان يمكن إجراء فحص لمرة أخرى. لكن إذا كان مخالطا ولديه أعراض فنحن ننصحه بعزل نفسه حتى لا ينقل العدوى إلى آخر، حتى وإن كانت النتيجة سلبية. إذن هنالك، لأنه لديه ما نسميه الاستقصاء الوبائي أو السيرة المرضية، لديه اختلاط مع شخص ثبتت إصابته. هذا موضوع آخر. دكتور، بالنسبة إحنا نتحدث عن عدوى كورونا ونحن في هذا الصدد نشهد تطور غريب وسريع في طفرات هذا الفيروس والسلالات المتحورة منه واختلاف صفاتها الجينية، هل يمكن أن توصل للمشاهدين نظرة عامة على هذه السلالات ومدى خطورتها وشدة عدوتها، أم أن الموقف لازال ضبابي منها؟ أولا سيدتي، من المعلوم أن فيروس كورونا ينتمي إلى مجموعة الـ RNA viruses، وهذه المجموعة معروف أنها تحدث فيها تحورات وتحدث فيها طفرات بشكل متعددة. فكلمة طفرة تعني تغيير مفاجئ في التركيب أو المعلومات الجينية، وذلك يحدث عندما يدخل الفيروس إلى الخلية ويقوم بنسخ نفسه بشكل سريع ومتكرر، مما يؤدي إلى حدوث أخطاء أثناء عملية النسخ. فكلما انتشرت العدوى كلما كان هنالك احتمالية لحدوث طفرات ومتحورات.
فلذلك احتواء العدوى ومنع انتشارها بشكل كبير يقلل من احتمالية حدوث الطفرات والمتحورات. بالنسبة للطفرات فقد ظهر في فيروس كورونا خلال العامين السابقين أكثر من 7000 طفرة، لكن لم تغير ولم تؤثر على سلوك الفيروس. دكتور، هل يمكن للقاحات أن تسهم بمنع عدوى كورونا حتى وإن كان هنالك تطور في سلالات كورونا وطفراته، أم لا يزال الموقف ضبابي تجاه فعالية هذه اللقاحات؟ تشير الدراسات العالمية حول العالم التي تجتمع عليها العلماء حول العالم أن اللقاحات تقلل من احتمالية العدوى 5 أضعاف، وتقلل من احتمالية الدخول إلى المستشفيات 10 أضعاف، وتقلل من احتمالية حدوث الوفاة الناتجة عن المضاعفات 11 ضعفا. فلا تزال اللقاحات فاعلة وآمنة، وأيضا يمكن العلم ويجب أن نعلم أن اللقاح وحده لا يكفي، فيجب اتباع القاعدة اللقاح والكمامة والتباعد معا. لكن أود أن أسألك سؤال بالنسبة للدواء الجديد الذي فتح الآمال بعلاج فعال للفيروسات، تحديدا فيروس كورونا، وتم أتصور إجازته في المملكة المتحدة. هل فعلا نحن على أبواب ومشارف دواء جديد قد يحمينا من فيروس كورونا ويستبدل وجود اللقاحات؟ نعم، لقد وافقت هيئة الصحة العامة البريطانية على مستحضر مضاد للفيروسات، وهو أول مضاد لفيروس كورونا في العالم تم الموافقة عليه، فهو يعطى في بدايات الإصابة أو في مراحلها الأولية. فتشير الأبحاث والدراسات العالمية أن هذا المستحضر يقلل من احتمالية الدخول إلى المستشفيات والمضاعفات تصل بنسبة 90%. وأيضا هيئة الغذاء والدواء الأمريكية أيضا صادقت على مستحضر لشركة فايزر، وهذا المستحضر هو مشابه للمستحضر البريطاني، يعطى في بداية الإصابة ويقلل من احتمالية الدخول والمضاعفات بنسبة 90%. نتمنى السلامة للجميع. كل الشكر لك دكتور محمد حسن الطراونة، أخصائي الأمراض الصدرية والخبير في العدوى التنفسية، شرفنا اليوم. أعطيكم ألف عافية.